مرحبا بكم، 10 سيارات سباق فورميلا 1 مذهلة. إن كل شيء في فورميلا 1 يدور حول السرعة، السرعة التي يتم خلقها وتطويرها من قبل المهندسين والسائقين. فالمهندسون مطلوب منهم العثور على طرق تجعل السيارة فائقة السرعة، بينما تكمن مسؤولية السائقين في قيادة السيارة والاستفادة من هذه السرعة. اليوم سنبدأ بسيارات الفورميلا القديمة الطراز وننتهي بمستقبل سيارات السباق. لكن أولا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي من فيديوهاتنا القادمة. أولا، ميكلارين M7C، سباق جراند بريكس الذي أقيم في 18 من مايو بموناكو في عام 1969، وفي الجولة الثالثة من موسم سباقات فورميلا 1، حيث لعب الفريق بطريقة جديدة وهي إلحاق أجنحة بالسيارة، بل قاموا بوضع الأجنحة مباشرة أمام السائق. أحد السيارات المعروفة باسم ماكلارين M7C تم منعها من الاستمرار في السباق نتيجة سرعتها الفائقة. ثانياً، أوروز A22، مفهوم الجناح الأمامي أعيد إحيائه مرة أخرى في عام 2001 عندما أضافه أحدهم على سيارة أوروز في سباق موناكو جراند بريكس، والتي كانت تحتاج إلى كل الدعم لتفوز بالسباق، ولكن المنظمين كالعادة لم يقبلوا بالأمر وأزلوها على الفور. ثالثاً، تايرل B34، السيارة الوحيدة ذات 6 إطارات والتي تسابقت من قبل فورميلا 1 بل وفازت بالسباق. الفكرة أنه يمكنك الحصول على ثبات أكثر مع وجود عجلات أكثر، والغريب في الأمر أنه لم يقلد أحداً التصميم، مما دفع جودير لتطوير وتحسين التصميم، وفي النهاية توقفت عن عمل هذا التصميم تماماً. رابعاً، ويليامز F W70D 1981، مجموعة من الفرق من ضمنهم فيراري اختبرت استخدام 4 عجلات في الخلف، ولكن لم يتم مشاركة أي منها في سباق حقيقي، وفي النهاية أعلنت فورميلا 1 أنه يكفي 4 عجلات ومنعت مشاركة أي سيارات بعجلات أكثر في السباقات القادمة. خامساً، بربهام BT26، لا سيارة هزت الطرقات مثل هذه الجميلة BT26، وقد اقتبست فكرتها من متسابق أمريكي كان في الستينات، والذي استخدم مروحة كبيرة لسحب كل الهواء داخل السيارة، وهي نسخة سيارة السباق من السيارة داسباستر، وقد كانت سريعة للغاية حتى أنه تم منعها بعد السباق الأول. سادساً، RS 2027، قيادة لأربع عجلات مقصورة قيادة صغيرة، إضاءة الـ LED، دقة وثبات عالية للغاية. هذه السيارة هي رؤية رينو لسيارات السباق المستقبلية. السيارة التي تزن 600 كيلوغرام يدعمها محرك احتراق داخلي، ولكنه معزز بنظام بطاريات أقوى 5 مرات من النظام المستخدم حاليا في فورميلا 1، والذي ينتج قوة تصل إلى 1340 حصان. تصميمها كان الغرض منها إظهار كيف ستبدو سيارات السباق بعد 10 أعوام، بالإضافة إلى إمكانياتها السابقة هي تدعم مجموعة من العناصر الفعالة، مثل أنها سوف تتضمن عناصر أيروديناميكية لتقليل الفقد في الطاقة نتيجة للسحب عند السرعات العالية، والإضاءة الـ LED من أجل المشاركة في عرض بعض المعلومات التي قد يحتاج إليها السائق، وسيتم عرضها أمامه مباشرة. توجد بها من الأمام مقدمة مصنوعة من البوليكربونيت، والتي في نفس الوقت تجعل السائق مرئيا بالنسبة للمشاهدين. كما يوجد قطبين من التيتانيوم سيخرجون في أقل من ثانية ليقوموا بتثبيت السيارة ومنعها من الانقلاب إذا لزم الأمر. سابعاً، ماكلارين MB4X، هي تعطينا نبذة عن مستقبل سيارات السباق باستخدام تكنولوجيا أفانت، والتي جعلت السيارة متطورة للغاية. التكنولوجيا المطبقة على MB4X هي حقيقية تماماً، وعلى الرغم من أن بعض العناصر ما زالت تطور التصور، إلا أن تكنولوجياتها المطبقة هي متطورة للغاية. ثامناً، شيفورلي شيبر 2X، رؤية هذه السيارة تعتبر نظرة إلى مستقبل سيارات السباق، حيث استوحت السيارة من إحساس الطيران ببدلة طيران مع إمكانيات التسابق بدراجات السباق. ستجرب بها التسابق على مستوى منخفض، حيث ترتفع رأسك بضع بوصات عن سطح الأرض. وضعية التسابق هذه تخلق واحدة من أكثر الوضعيات المثيرة التي لن تتخيلها أبدا في عالم سباق السيارات. السرعة والفرملة والاتجاهات يتم التحكم فيها بالحركة الجسدية لقائد السيارة. تصميم السيارة مستوحى من وضعية سائق الطائرة الشراعية، حيث يمتزج السائق مع السيارة تماما.
تاسعاً ريد بول إكس 2020، سيارة سباق خيالية تم تصميمها في لعبة بلاي ستيشن 3 تريزمو 5. وبعدما تم دمج التكنولوجيا مع السيارة، تم إعادة تصميم السيارة من قبل المصمم نوي. تتميز بمقاومتها المنخفضة للهواء وسرعتها التي تم اكتسابها من هيكلها الزجاجي وتقليل السرعة الذي يتم فيه استخدام المروحة، كما يتم استخدامها في حالة السرعة العالية. وعن طريق الأجنحة الأمامية والخلفية تصل السيارة في النهاية نظريا إلى سرعة 500 كيلومتر في الساعة. سائق ريد بول المسمى بسباستان فيتيل قام بأداء الاختبار التخيلي للسيارة، حيث قاد في الجولة الأولى على مسار شبيه بمسارات فورميلا 1، وأنجز السباق متغلبا على سيارة إكس 2010 بعشرين ثانية. المصمم أدريان نوي يعتقد أن إكس 2010 ستكون أسرع سيارة فورميلا 1 في المستقبل. 10. سوبر بيكسلز ريد. قد تكون هذه هي الجيل الثاني في سيارات السباق، تجمع بين طاقة سيارات فورميلا 1 ومحرك نيون قوي. جسم السيارة منخفض للغاية، الإطارات مطاطية بيضاء، جسم السيارة الحاد يجعلها تشق الهواء بسرعة. 9. شكرا لكم للمشاهدة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بما قدمناه لكم، ولتعودوا إلينا سريعا وفعلوا جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم فيديوهاتنا القادمة، وإلى اللقاء.